نبدأ محاضرتنا الثالثة في الطب المسند للدليل، وهو تشكيل السؤال البحثي. بداية، يعني مئات المليارات من الأبحاث الطبية سنويا تنشر، يعني يصرف عليها يعني الأموال الكثيرة، وللأسف ما كل هاي الأبحاث اللي بنشوفها هي كل الأبحاث اللي بتصير، لا، يعني نسبة كبيرة كتير، وفق أحد الدراسات 85% من الأبحاث هي غير منشورة. في كتير من الناس تعمل بحث لكن ما بينتشر، فهي معظم الأبحاث اللي في العالم. إذا يعني لو حتى بدنا يعني نقدر أو نقول شو عم ينصرف على الأبحاث، فهي أكبر من كتير من الأبحاث المنشورة فعلياً. ومثل ما عرفنا أنه نص المعلومات اللي عم تلقاها في كلية الطب ممكن تكون غير صالحة لاحقا. المشكلة الأكبر لما يعني تصير في معنا أنه نعرف شو هو النص اللي بيصلح لاحقا أو لا. المعلومات ما هي باهظة الثمن، وإنما فقط يعني صلاحيتها محدودة. فكثير احيانا الشيء اللي تعلمته بكليه الطب ممكن بعد ما تخرجوا تشوفوا انه هو العكس او تغير. لذلك دائما علينا الاستمرار بالسؤال عن كل ما هو جديد من معلومات طبيه، ولازم نمتلك هاي المهاره كيف نبحث عن الجواب، لانه الاجوبه ممكن ما تكون ثابته، الاجوبه متغيره مع الزمن ومتغيره ايضا بحسب الدراسات المختلفه. نرجع لخطوات الطب المسند بالدليل اللي تعلمناها، اللي هي بتبدأ كلها بحرف الأي، الأسك تشكيل السؤال البحثي وهو محور محاضرتنا لهذا اليوم، الأكوير الحصول على المراجع المناسبة للسؤال البحثي اللي سألنا، ثم الأبريز نقيم الأدلة اللي حصلنا عليها وننقدها بشكل أكاديمي. بعدها إذا اقتنعنا بهذا الدليل أبلاي نطبقه على مرضاتنا، ثم نقيم تطبيق هذا الدليل بشكل نهائي. فإذا اليوم رح نبدأ بتشكيل السؤال البحثي. كثير بتواجهنا خلال التعامل مع المرضى مشكلات بحاجة إلى حل. ممكن تكون المشكلات اللي نحاول نحلها هدفنا فيها نعرف الأعراض والتشخيص، وهي أسهل شيء صراحة، أو نعرف خطة العلاج وهي التي تتغير باستمرار. وأحيانا نضطر نبحث عن معالجة اختلاط لمرض معين أو لجراحة معينة، وأحيانا ممكن نبحث عن التشخيص التفريقي. طبعا بعد تحديد المشكلة احنا واجهنا سؤال مشكلة بحاجة لحل من المشاكل اللي حكيناها، فبنقوم بتحويلها لسؤال بحثي، وبناء على هذا السؤال البحثي نقوم نبحث عن الدراسات اللي منشور على الانترنت مشان نلاقي جواب على سؤالنا. لصياغة السؤال البحثي السريري هي أول خطوة مثل ما حكينا بالطب المسند بالدليل، ويتم استخدام أداة اسمها أداة البيكو، نتحدث عنها بعد قليل. طبعا أحيانا بيكون السؤال البحثي طويل جدا، ممكن نفصله لقسمين ونتابع بكل قسم على حدة، وبالنهاية بنحصل على دراستين منفصلتين. طيب أحيانا يكون الدراسة إلى أكثر من هدف، مثلا الهدف الأول هو الهدف الأساسي، والهدف الثاني هي أهداف سنوية، وممكن أيضا نجزئ السؤال البحثي لعدة أسئلة ونبحث عنها بشكل منفصل. النوعين الرئيسيين من الأسئلة البحثية، طبعا لأجلها قام الطب المسند بالدليل، وهي الكم الهائل من الأبحاث والدراسات والآراء المختلفة. لذلك تم تقسيم هذا السؤال البحثي حسب الآراء وتقييمها ومعرفة الأفضل منها،
إلى سؤال بحثي من نوع الأسئلة التمهيدية background، السؤال البحثي من نوع الأسئلة الاستطلاعية foreground. الأسئلة البحثية من نوع الأسئلة التمهيدية هي أسئلة تعتبر من الأسئلة العامة أو سموها الأسئلة الطبية العامة. مثلا كأن نقول ما هو أسباب فرط شحوم الدم؟ السؤال النوع الثاني هو الأسئلة الاستطلاعية foreground، وهي الأسئلة النوعية التي تركز على المريض، ويعني بشكل عام الطب المسند بالدليل بيتعامل مع الأسئلة الاستطلاعية اللي بتنبع من مشكلة حادثت مع مريض معروف لدينا مثلا بالعيادة أو بالمستشفى. مثلا كأن نقول ما الفائدة المرجوة لمريض عمره 60 سنة مصاب بالداء السكري وببيلة بروتينية مجهرية وسوي الضغط الشرياني من وصف علاج مثبط لإنزيم القلب الأنجيوتنسين؟ إذن هذا سؤال بحثي واجهنا، سألنا يا طبيب في المشفى، واجهتنا حالة مرضية لمريض مصاب بسكري وبيلة بروتينية، بدنا نعرف إيش هو أفضل دواء. فممكن نسأل حالنا هذا السؤال نوعي مركز على المريض. أما السؤال التمهيدي فهو أسئلة عامة ويعني لا تتدخل كثيرا في العلاج، وإنما في البيزك. فنفصل شوي بالسؤال البحثي من نوع الباك جراوند، يركز على المعارف العامة، الخلفيات العلمية العديدة من التشريح، الفيزيولوجيا، الفيزيولوجيا المرضية، التشريح المرضي، الأدوية والسموم والنسج، التحاليل المخبرية والأشعة، تشخيص تفريقي وخطط العلاج المتبعة. طبعا بيرتبط هذا النوع من الأسئلة بالمرض وليس المريض، العام بالمرض، عاليته الفيزيولوجية، تشريحه إلى آخره. والإجابة على السؤال بتكون عادة غير مهمة، وإنما نوع الإجابة هو المهم. طبعا في ثلاث أنواع من أسئلة الباك جراوند: أسئلة تمهيدية، أسئلة تحليلية بتعتمد الإجابة فيها على التعاريف، النصوص والمبادئ البديهية، تجريبية تستند الإجابات فيها على التجارب، والأسئلة المعيارية بتعتمد فيها الإجابة على الأخلاق العليا. يعني السؤال التمهيدي ببساطة هو سؤال إما أين أو كيف أو من، هيك السؤال بيجي. طبعا خلاصة هذا النوع من أنواع الأسئلة التمهيدية، أسئلة بحثية باك جراوند، يعتمد على التعميم ويعتمد على المراجع والكتب. أما الأسئلة الفور جراوند فهي بتعتمد على معلومات محددة بهدف الإجابة على محددة، وبالتالي مجال البحثهم بيكون ضيق، بيركز على المريض، بيركز على المشكلة مع القيام بعمليات المقارنة للحصول على نتائج سرية مرجوة في النهاية. إذن هون في مشكلة، في تدخل، في مقارنة مع أشياء أخرى لنحصل على نتيجة سرية بالنهاية. أشكال الأسئلة الاستطلاعية: سؤال الاختبارات التشخيصية، كيف نختار هذه الاختبارات التشخيصية، كيف نفسر الاستقصاءات التشخيصية، سؤال المعالجة، كيف نختار طريقة علاج فعالة سواء دوائية أو أحيانا جراحية، وهذه خيارات ما نحكي على المقارنة. سؤال الوقاية، كيف نقوم بالمسوح للأمراض، كيف نقلل من خطورة الإصابة بمرض معين. طيب سؤال التطور وإنذار المرض، كيف نتوقع سير المرض مستقبلا، كيف مساره العلاج المستقبلي للمريض، في شفاء، في نقص في الأعراض، في تخفيض للوفيات إلى آخره. سؤال عن الضرر، ما هي التأثيرات الضارة المحتملة بما فيها العلاجات اللي عم تبقى على المرضى. سؤال تشخيص تفريقي، ما هي الأسباب الأخرى للمرضى الذين يعانون من تظاهرات سرية معينة. إذن السؤال الاستطلاعي سؤال تضمن أداة البيكو، هذا سبعنا بعد قليل، والخلاصة هذا السؤال البحثي من نوع foreground يعتمد على التخصيص وعلى تفضيل المريض. بشكل عام الأسئلة من نوع foreground تعتمد على متغير إدخال ومتغير النتيجة، لازم دائما يكون في عنا تداخل في عنا نتيجة. فمثلا سؤال المعالجة، متغير الإدخال هو تدخل علاجي مثلا دواء، تمام؟ أحيانا بيكون مثلا تدخل علاجي مثلا ممكن يكون جراحة. إيش متغير النتيجة؟ النتيجة هي نتيجة مهمة على المريض، مثلا شفي المريض أو حسنت أعراضه.
سؤال الاختبارات التشخيصية، التدخل هو اختبار تشخيصي معين، مثلا صورة أشعة طبقي محوري. النتيجة هي يتشخص المرض. سؤال الإنذار، متغير الإنذاري اللي بيشير إلى المسار المحتمل للمرض. مثلا متغير الإنذار يمكن يكون العمر. المتغير النتيجة هو النتيجة المهمة على المريض. مثلا إذا مرضى الكورونا أعمارهم كبيرة، العمر فوق 85، النتيجة إنه الوفيات تبلغ فوق 15% مثلا. إذا كان أعمارهم صغيرة، النتيجة نسبة الوفيات لا تتجاوز 2%. السؤال عن الضرر، مثلا عامل ضرر محتمل هو متغير الإدخال، والنتيجة هو التأثير الضار على المرضى. سؤال تشخيص تفريقي، عرض سريري، ومتغير النتيجة هي اضطرابات مختلفة التي تتماشى مع هذا العرض، مثلا نفس دموي، يعني أسباب كثيرة للنفس الدموي مثل السل، مثل يعني القصبات الحاد، ممكن حتى سرطان الرئة. السؤال الآن هون للجميع، أي نوع من هذول الأسئلة سواء الباك جراوند أو الفور جراوند أكثر مواكبة للتطورات؟ الجواب ببساطة، الباك جراوند هي أسئلة أساسية بالعلوم البيزك، فيزيولوجيا التشريح لا تتغير. أما أسئلة الفور جراوند فهي أسئلة عن المعالجة، أسئلة عن الوسائل التشخيصية، أسئلة عن الوقاية، في تغير مستمر مع زيادة الوقت. يعني مثل ما قلنا بعد 5 سنوات بعد التخرج ممكن المعلومات اللي درسناها ممكن تتغير، وبالتالي تتغير مع الخبرة، تتغير مع الوقت. لذلك دائما الفور جراوند هي أسئلة جديدة وأكثر مواكبة للتطورات، ويجب أن نبحث فيها أكثر من غيره. نستخدم للسؤال البحثي من نوع فور جراوند بأداة اسمها أداة البيكو. أداة البيكو هي عبارة عن تجمع أحرف البي والآي والسي والأو. البي تعني البيشنت أو البروبلم، يعني يركز على المريض أو المشكلة. الآي هو التداخل المجرى للمريض، intervention، مثلا ممكن يكون دواء، ممكن يكون استقصاء شعاعي، ممكن يكون مثلا معالجة جراحية أو دوائية. السي هي الكومبريجن، احنا عم نقارن، مثلا إذا التداخل كان دواء ممكن المقارنة تكون مع دواء آخر، إذا كان التداخل مثلا دوائي ممكن المقارنة تكون مع علاج جراحي، وأحيانا ممكن نعطي دواء والمقارنة تكون مع البلاسيبو، الدواء الوهمي، الدواء اللي ما بيكون فيه دواء لكن بيماثل هذا الدواء بالشكل. الأو هي الأوتكم، شو هي نتيجتنا المرجوة من علاج مريض فلان بدواء معين مقارنة بدواء معين ثاني. تعالوا نشوف شوية أمثلة أو نفهم شوي البيكو بشكل مفصل. إذن البي البيشنت أور بروبلم، المريض أو المشكلة، هو هدف بحثنا. البحث كله عم نعمله منشان نحل مشكلة المريض أو نخدمه. ممكن نخصص هذا السؤال سؤال المريض، مثلا المرضى الموجودين في مدينة دمشق، إذا كان في مرضى مثلا مرضى معينة أو وباء. ممكن نحدد مثلا جنس المريض، مثلا نقول المرضى الإناث إذا كان المرض مثلا مرتبط بالجنس، أو نحدد فئة العمرية، مثلا نقول المرضى المسنين أو المرضى الشباب، أو أحيانا نحدد شدة مرض معين، مثلا نقول مرضى السكر الغير مضبوط أو مرضى قصور القلب الشديد. لتطوير مهارة تشكيل السؤال البحثي بشكل أكبر، ممكن نجزئ الأهداف الأولية والسنوية ونصنف كل هدف من هذه الأهداف في المجال اللي بتفعله، العلاج والتشخيص والإنذار. رح ناخذ مثال على البروبلم. مريض خناق صدري اجى على العيادة، عم يسأل أيهما أفضل له، إنه يعمل اختبار جهد أم قسطرة قلبية للمساعدة في التشخيص. فهذا كان سؤال بحثي، ما هو البي، ما هي البروبلم، ما هي البيشنت بهاي السؤال، هو مريض خناق الصدر. لم يذكر السؤال إنه مريض خناق صدر ذكر أو أنثى، لم يذكر الفئة العمرية، لم يذكر مثلا المكان. إذن باختصار البي هي خناق الصدر. ننتقل للآي اللي هي الانترفينشن، التداخل، هو السؤال اللي قمت بطرحه أو مداخلتي بهذا الموضوع. ممكن يكون العلاج اللي عم يتم استخدامه، ممكن يكون الاختبار التشخيصي. مثال اللي سألنا عليه من شوي هو المريض خناق الصدر اللي إجى على العيادة، مسأل
أين هو أفضل ليشخص مرضه؟ هل هو قرجل أم القسطرة القلبية؟ فالتداخل هون إما بيكون قسطرة أو اختبار الجهد. ممكن أحد الأطباء نصحه أنه لازم تعمل قسطرة، رجع راح عند طبيب ثاني قال له لا أعمل اختبار جهد بلا ما تعمل قسطرة. فهو محتار أيهما أفضل لتشخيص هذا التداخل. أحيانا البعض هذا التداخل بيستبدله بالإي اللي هي إكسبوجر، تعرض المريض لخطر معين أو عامل إنذاري معين، يعني بدون ما نحن يعني نقوم بإعطاء الدواء. لكن ممكن يكون تعرض مثلا مهني، التعرض مثلا مثل ما متعرض حاليا للأشعة مثلا بيكون وراء الكمبيوتر أو وراء الموبايل، ممكن تعرض لأشعة ضوئية. فهذا ما نحن كأطباء عم نقوم بتجريب دواء، لكن هو تعرض المريض لأشعة. فبدال بيكو بتصير بيكو بالإي، إكسبوجر بدل على إكسبوجر. السي هي الكومبريجن، المقارنة، مقارنة السؤال اللي طرحناه حول تطبيق إجراء أو عدم تطبيقه بتتم بعدة طرق. مثلا ممكن نقوم بالمقارنة بين مجموعتين، الأولى بتكون شاهد ما بتملك المشكلة نقوم بإجراء البحث عنها، والثانية عندها المشكلة ونقارن بيناتهم. أو ممكن نأخذ مجموعة واحدة تملك المشكلة نفسها اللي عم ندرسها، مثلا مرضى السكر، لكن نقسمها لقسمين ونعطي كل قسم علاج معين. النوع الثالث هو الأقوى، ندمج الحالتين السابقتين، يكون عندنا ثلاث مجموعات، واحدة بتأخذ الدواء الأول والثانية بتأخذ الدواء الثاني، والثالثة بتأخذ دواء الشاهد اللي ما بتأخذ دواء أو بتأخذ دواء البلاسيبو. أيضا بالمقارنة بين الاختبارات التشخيصية بيكون مقارنة بين اختبارين، مثلا بين اختبار الجهد والقسطرة القلبية. وهون بتتم المقارنة حقيقة بين الاختبار الجديد والاختبار الأفضل، هو الاختبار المعيار الذهبي. إذا كان في معيار ذهبي لتشخيص حالة فهو اللي بيصنف وجود المرض من عدمه. فمثلا إذا قلنا مثلا شو مشخص سرطان الرئة، المعيار الذهبي هو خزعة الرئة. فطيب أنا لك طيب شو رأيك بإجراء الطبق المحوري لتشخيص سرطان الرئة؟ فبقول لك إيه بنجربه، لكن نقارنه بالمعيار الذهبي اللي هو خزعة الرئة. فإذا رجعنا لمثالنا، مريض خناق الصدر اللي عم يسأل أين هو أفضل لتشخيص حالته اختبار الجهد أو القسطرة القلبية، تكون المقارنة هون بين اختبار الجهد والمعيار الذهبي اللي هو القسطرة القلبية. أو الأوتكم واللي هي النتيجة المرجوة بتمثل شو توصل إلى الباحث كنتيجة للتداخل اللي أجراه على المريض، سواء دواء أو مسح أو اختبار تشخيصي، مع المقارنة مع الدواء الثاني أو المقارنة مع الدوسية التشخيصية الثانية وحتى مع البلاسيبو، نشوف شو هي النتيجة اللي وصلنا إلها. ممكن تكون النتيجة إلى قياسات، مثلاً درجات قصور قلب، عم ندرس دواء بعلاج قصور قلب فنقول إنه تحسن درجة قصور قلب حسب نيها معروفة مش على الزلة التنفسية، حسنا مثلاً من 4 إلى 1 أو من 4 إلى 2، درجات شدة الربو حسب الجينة أيضا. أو ممكن تكون نتيجة يعني التداخل هي سلبية محددة بدقة سلبية أو إيجابية. مثلا إذا في الاختبارات التشخيصية ممكن تكون نتيجة هي تشخيص المرض باختصار، يعني في حالتنا مثلا قسطرة أو اختبار جهد تشخيص خناق الصدر. ممكن تكون نتيجة وفاة، ممكن تكون شفاء، ممكن تكون استشفاء. شو استشفاء يعني؟ يعني إنه زيادة الاستشفاء المريض في المشفى. ممكن أحيانا تكون نتيجة بتر الطرف أو عدمه يعني، وأحيانا تكون نتيجة مثل تطبيق الأدوية من الحوامل إلى يؤدي إلى إجهاضات. مزايا صياغة سؤال الجيد التنظيم بيساعدنا بالتركيز على المقالة، صيغة سؤال بحثي، لما نصيغ سؤال بحثي دقيق بيعطينا دراسات، لما نبحث عليها على الإنترنت ذات صلة دقيقة. نظم وفق أداة البيكو ممكن يطلع لك نتائج كثيرة وتكون ما هي متعلقة بنفس سؤالك البحثي وتضيع. بيزيد من فعالية البحث عن الأدلة، وبيساعدنا بتحديد نتائج مرجوة وخاصة في أسئلة العلاج، لأنه العديد من المجلات تتناول فقط النتائج البديلة وليست النتائج السريرية المهمة للمريض فعليا. في أنواع تانية من أسئلة البيكو، اجوا حطوا تي بعد البيكو صارت بيكو تي، وبتدل على الوقت.
اللي بتحتاجه نتائج محل الدراسة كي تحدث. مثلاً نقول إنه ما هو معدل الوفيات خلال 30 يوم بعد استخدام حالات الخسرة في حالات الاحتشاء القلبي. وقفنا البيكو فبتكون البي هي الاحتشاء القلبي، الآي هي تطبيق حالات الخسرة، السي هو كومبريجن نقارن مثلاً حالات الخسرة مثلاً مع القسطرة القلبية إذا قلنا. الأوتكم هو معدل الوفيات. التي التايم هو اللي ضفناه خلال 30 يوم خلال الشهر القادم بعد إجراء التداخل. ممكن أحياناً نحذف الكومبريجن، يعني ممكن بعض الأحيان يكون التداخل عنا أو التعرض لا يحتاج إلى مقارنة، أو ممكن يكون ما ممكن مقارنته. مثلاً بسؤال هل العمر هو عامل أنذاري في ردود الصدر؟ ردود الصدر هو البي البيشن، الاي او الانترفينشن هو عامل العمر، لا يمكن مقارنة العمر مع يعني عامل تاني، ما في شيء اسمه العمر مثلا ولا عمر. تمام. الاو الاو هي الاوتكم مثلا الوفيات عند مرضى ردود الصدر. ممكن يكون السؤال سريع بسيط جدا بيحوي بس المريض والنتيجة بدون ما يكون في عنا تعرض. مثلاً إذا قلنا ما هي مدة البقية لمرضى التصلب الجانبي الضموري؟ حالياً لا يوجد دواء لهذا المرض، تمام؟ فما في تداخل وما في مقارنة، ففقط بدنا الإنذار عن مرضى التصلب الجانبي الضموري. الوفيات هدول عادةً بيموتوا بسرعة، فحذفنا الآي وحذفنا السي لأنه ما في تداخل وما في كومبريجن. بعد تشكيل السؤال البحثي راح نحوله لدراسة من خلال البحث على الإنترنت. فهناك تصاميم معينة من الدراسات تتناسب مع هدف السؤال. فإذا كانت أسئلتنا متعلقة بمسببات الأمراض غالباً أفضل شيء هي الدراسات الحشدية. بعدها بتجي الحالة شاهد، بعدها بتجي سلسلة الحالات، وآخر شيء تقرير الحالة. أما إذا نسأل عن التشخيص فأفضل شيء مقطعية مستعرضة والحشدية وثم الحالة شاهد. كلمة أكبر معناتها هون تشير إلى أولوية لاختيار تصميم الدراسة الأفضل. إذا كنت أنا بدي أصمم دراسة لجاوب على سؤالي البحثي، إذا كان سؤالي عن العلاج فيجب أن نجري مراجعات منهجية. لا شيء المنشور على الإنترنت هي أفضل شيء بعد المعالجات الدراسات التجريبية randomized control trials، بعد الحشدية، بعد الحالة شاهد، وآخر شيء بيجي رأي الخبراء. لاحظوا لم يتم وضع أي دراسات سلسلة الحالات أو تقرير الحالة لأنه ما له علاقة أبدا بالعلاج. الأسئلة المتعلقة بالإنذارات تعتمد على الدراسات الحشدية بشكل أساسي، لأنه الدراسات الحشدية دراسات مستقبلية، فبدك تشوف إنذار المريض في المستقبل، ثم تجي دراسة الحالة شاهد. رح نأخذ شوية أمثلة أسئلة بحثية عبارة عن صور لإعلانات أدوية وما هو سؤال البيكو لكل منها. حل أنا السؤال الأول ونحاول نشارك البعض في حل الأسئلة البقية. السؤال الأول هذا عبارة عن منشور تنشره بعض شركات الأدوية عن بعض أدويتها. فعم يحكوا عن دواء اسمه بيزوكانت، هو بيزوبرولول، هو الخيار الأول للقلب، هو خط علاجي أول في تدبير الزبحة الصدرية، وخط علاجي أول في تنظيم ضربات القلب، وخط علاجي أول في الاحتشاءات القلبية، وعلاج داعم في قصور القلب الاحتقاني. فأجى مندوب الأدوية عندك وانت بتعرف الطب المستند بالدليل وبتعرف كيف تصدق انه هل هذا الدواء فعلا هو الدواء الأول للقلب، هل هو فعلا خط علاجي في تدبير الزبحة الصدرية أو تنظيم ضربات القلب أو الاحتشاء القلبي أو قصور القلب الاحتقاني. فمن خلال أنت تشكل سؤالك البحثي وتروح تبحث عليه على الإنترنت وتتأكد فعلاً أنه كلامه صحيح أو لا. البي هي البيشنت، هي المرض. المرض هون عندك عدة أمراض، ممكن يكون الزبحة الصدرية، ممكن يكون احتشاء قلبي، ممكن يكون قصور قلب احتقاني. الله، هون المرض هو اضطرابات النظم مثلاً تسرعات القلب فوق الأذينية أو رجفان الأذيني. هون عم بقول لك في تنظيم ضربات القلب، فهو المرض هو رجفان الأذيني، تسرع القلب، ضربات النظم بشكل عام.
الاي هو الانترفينشن. شو هو الانترفينشن؟ التداخل هو الدواء اللي نحن عم نستخدمه البيزوبرولول. السي هو الكومبريجن، راح نقارن هذا البيزوبرولول مع دواء ثاني، مثلا اذا هن عم بيعالجوا الذبحه الصدريه فنقارن البيزوبرولول مثلا مع دواء من موسعات وعائيه مثلا، او ممكن نقارنه مع البلاسيبو. يعني اذا كتبت بلاسيبو صح، واذا كتبت دواء ثاني مثلا موسع اوعيه صحيح. تمام. الاو هي الاوتكم. طيب شو هي الاوتكم؟ النتيجه اذا اعطينا هذا الدواء لمرضى الذبحه الصدريه، النتيجه انه تختفي الالم الصدري مثلا، النتيجه انه نبطئ ضربات القلب او ننظم ضربات القلب، النتيجه عند مرضى الاحتشاء انه يخفض رقعه الاحتشاء مثلا، النتيجه عند مرضى قصور قلب تحسن الزله التنفسيه حسب نيها. اذا رحنا بحثنا، شكلنا سؤالنا البحثي بشكل جيد، رحنا بحثنا عليه على الانترنت ولقينا دراسات كثيره، فاما الدراسات انه فعلا هذا البيزوبرولول صحيح او لا. هذا مثال ثاني، مين بيطلع بيحله؟ يفتح الميكروفون او يكتب على الشات انه هو جاهز. يلا يا شباب. جاهز؟ طيب راح حل انا سؤال ثاني. دواء كمان جديد اسمه ريبوند. انا دكتور جاهز. طيب تفضل. دواء اسمه ريبوند. ريبوند. انا راح اكمل بس انت حل المثال بعد. ريبوند عم بيقول لك مندوب شركه الادويه انه هو دواء مكمل غذائي بيحتوي على عده ادويه مع بعضها، المنغنيز، جلوكوز امين، الفيتامين سي، سيليكون، وخلاصه الكركم. بقول لك هو للمحافظه على صحه وسلامه المفاصل وقايه وعلاجا، يستخدم لمعالجه التهاب العظم والمفاصل ومرمم للغضاريف المفصليه، الوقايه من الوصول للتنكس المفصلي، هي مشاركه تآزريه لترميم المفاصل، لوقايه ومعالجه الاصابات المفصليه عند الرياضي. يعني قال لك انه هذا الدواء يحيي العظام وهي رميم، فانت رحت بدك تتاكد، فبدك تشكل سؤالك البحثي، فانت رحت تبحث عليه على الانترنت. فما هو البي هون؟ السؤال البي البحثي. هون راح نسوي على البيكو. البي هون المرض هو التهاب العظم والمفاصل. تمام. او ممكن هون التنكس المفصلي، شوف كتب لك كمان. برافو عليك. ممكن يكون البي هي الرياضيين؟ لا. لا ممكن، ليش لا؟ هو عم بقول لك هو لوقايه ومعالجه الاصابات المفصليه عند الرياضيين، فممكن يكون المرض يعني المشكله هي عند الرياضيين، فالبي ممكن الرياضيين. تمام. مشكله شائعه عند الرياضيين. طيب شو هو الاي الانترفينشن؟ الريبوند الدواء. برافو عليك. بايش بدك تقارنه؟ كومبريجن مع ايش؟ سي. راح اقارنه مثلا مع الانتروميسين مثلا، يعني دواء ثاني. ما في مشكله، انا ما راح احاسبكم بهذا السؤال، ما راح احاسبكم انه انتم بتعرفوا شو الادويه ممكن نقارنها. انا بيهمني انه تعرف انه هون الكومبريجن مثلا بدنا نقارنه مع دواء ثاني، وانا راح اقول لك واساعدك بشغله انه ممكن تقارنه هذا مع البلاسيبو، لانه هذا الدواء طلع مثل البلاسيبو، لا بيضر ولا بينفع. فلما قارنوه مع البلاسيبو قالوا هذا الدواء عطيانه وعدم عطيانه نفس الشيء. الاوتكم، هي الاوتكم النتيجه اذا اعطينا الدواء. طيب شو النتيجه هون حسب ما بيحكوا هن؟ شو النتيجه؟ الوقايه او معالجه الاصابات المفصليه. تمام. عم بقول لك للوقايه عند مرضى الرياضيين. تمام، عشان ما يصير معهم تنكس. او قال لك هون ايش؟ قال لك هون مرمم للغضاريف المفصليه. معناتها الاوتكم انه بيرمم لنا الغضاريف المفصليه. فرحت انت بحثت على الانترنت، لقيت كل الدراسات في العالم المنهجيه ودراسات الراندومايز كنترول ترايل بتقول انه هذا الدواء ما بينفع وما في فائده منه. فانت جيت قلت له شكرا لك، هذا الدواء اللي اعطيتني اياه ترى دراسات تقول انه ما بفيد، وكل حكيك طلع مو مزبوط. فهيك انت بتكون قوي وما بتوصفه لمريضك حسب ما قال لك مندوب شركه الادويه. ننتقل لسؤال ثاني، مين كمان بيفتح؟
يعطيك العافية عبد الرحمن. مين بيفتح كمان معنا؟ أنا بشارك دكتور. يلا تفضل. يلا يا حسن. المشكلة نحسن نقول داء السكري من النمط الثاني. برافو عليك. البي هو الداء السكري من النمط الثاني. عم يحكوا لنا عن دواء اسمه الجليبتين. عم يقول لك هو الدواء الأفضل في تدبير السكري، لا يسبب هبوط سكر، يضبط السكر الصيامي، ما بيسبب زيادة وزن. طيب هون كاتب هو ايش كاتب هون؟ يمكن استخدامه عند مرضى السكري حديثي الإصابة لأنه يبطئ تناقص كتلة خلايا بيتا البنكرياسية. هل هي مشكلة؟ هي طبعا مشكلة، يعني إذا يعني بداية تنكس الخلايا بيتا. طيب تمام. أنا سؤالي لك، يعني سؤالي لك، هل هو سؤال باك جراوند أو فور جراوند؟ يعني هون عم بيركزوا على ايش؟ على الفيزيولوجيا، على آلية التأثير. فهذا ما هو محور البيكو، هاي اللي حطي لك يا آلية التأثير، فمشان ما تخربط فيها. يعني إذا جاكم سؤال فحص أنت بتدور على الشيء اللي له علاقة بإيش؟ بمحور السؤال الفور جراوند، الباك جراوند، الآلية الفيزيولوجية، التشريح إلى آخره، جزء تكون مكتوبة بهاي الصيغة. أيوة. إحنا ما لنا دخل فيها. طيب معناتها البي هون عندك يا السكري النمط الثاني. السكري النمط الثاني. طيب نعم. إذا أجا واحد كتب السكري النمط الأول نقول له غلط. أنا بدي تحدد لي. نعم. لازم تحدد لي المرض بشكل صحيح. السكري النمط الأول أصلاً ما بيعطى غير أنسولين، ما بصير تعطيه الدواء. طيب شو هو الآي الانترفينشن هون؟ هو الدواء الجليبتين 50. برافو عليك. إذا السيتاجليبتين. السي بإيش بدك تقارنه؟ بدنا نقارنه بدواء سكر ثاني. برافو عليك. مثلا إذا حفظان اسم دواء اكتبه، مالك حفظان اكتب خافض سكر آخر. طبعا هون هو لاحظوا بالخيارات اللي عم بحكي لك اياها، بقول لك لا يسبب هبوط سكر. في أدوية من أدوية السكر تسبب هبوط سكر، فهي مقارنة مهمة. مثلا إذا كانت مقارنتي مع هبوط السكر، يعني عن هبوط السكر، فمثلا ممكن أكتب أنا سلفونيل يوريا. تمام. وبرجع بقول الأوتكم، شو الأوتكم هون؟ النتيجة. عايشة بتبحث مثلا أنت أقارن دوايين سكر مع بعض، إيش النتيجة اللي بتبحث عنها؟ تأثير تحسين مستوى سكر الدم. ضبط السكر الدم. برافو عليك. ضبط السكر. ممكن يكون النتيجة تبعيتك إنه مين من هدول الأدوية بيسبب هبوط سكر أكثر. أنت بتبحث عن نتيجة سلبية، لكن أنا بدي إنه اللي ما بيساوي هبوط سكر أكثر. برافو عليك. كمان هون شوف إيش كاتب لك، زيادة الوزن. مثلا أدوية السلفونيل يوريا بتزيد الوزن، بينما السيتاجليبتين بيحافظ على الوزن، ما بيسبب زيادة في الوزن. فممكن الأوتكم تبعك إنه يكون زيادة الوزن. زيادة الوزن. تمام؟ يعني مشان ما يتخربطوا الشباب، الأوتكم ممكن تكون زيادة الوزن، ممكن تكون نقص السكر، ممكن تكون إيش كمان؟ ضبط السكر. ضبط السكر. اللي بيكتب أي واحدة من هدول فهي صحيحة. صحيح. بتروح تبحث بتلاقي دراسات كثيرة، وفعلا هو الجليبتين من الأدوية الجيدة اللي يعني صحيح في دراسات عليها كثير قوية. لا هون المشكلة نحن مركزين على علاج السكر. إذا نركز على زيادة الوزن فهي شيء ثاني. هذيك بتصير بالأسئلة الباك جراوند، مثلا تأثيرات الأدوية، تأثيرات الجانبية للأدوية. طيب هذا دواء جديد. يلا مين بيحله؟ يفتح الميكروفون مباشرة. طبعا الامتحانات كثير سؤال مهم، هذا بيجي الامتحانات كثير، فانتبهوا عليه، ركزوا عليه. احد بده يفتح؟ يلا يا محمد خالد، محمد خالد الاحمد. طيب نعم دكتور، ما يلا تفضل يا محمد. بالنسبه للبي او المشكله، البي شو هي البي هون؟ هي يعني هو مريض معه الفصام،
الفصام المشكله الفصام ده. اذا قلت لي الفصام الحاد او المزمن بيصير هاي البي. شو الانترفينشن هنا؟ نعم باختصار هو الدواء نفسه يعني اولانزبين او سبيرتكس. تمام. الكومبريشن بايش تقارنه؟ يعني اي دواء نفس الامر لحالات الهلع او خلينا نقول الاوتكم او المهدئات يعني بشكل عام. اكتب اي شيء مو دواء اكتب لي. تماما الاوتكم شو تتوقع؟ اما بيكون يعني علاج هالحالي او ربما تخفيفه يعني. برافو عليك. علاج حاله وتخفيف اعراضه. طيب يعني بدي منكم ما تخربطوا. مثلا بيجيني واحد بيكتب عند السي بيكتب ان هون بيكتب البي في صام حاد بيكتب السي بيكتب في صام مزمن. نحن ما عم نقارن بين المرضين، عم نقارن دواء بعلاج هاي الحاله. يعني تكتب البي في صام حاد والسي في صام مزمن غلط. هذا هو الفكره، انه نقارن دواء مع دواء، انترفينشن مقابل كومبريشن. طيب هذا سؤال مهم ايضا. يلا مين بي هذا؟ شكرا يا محمد. يلا يا محمد صلاح. طيب افتح الميكروفون. تفضل يا محمد. هذا دواء الكارت كثير حلو البياتينو. بقول لك هو فلوريست. فلو يعني انفلونزا، الريست يعني راحه. تمام. لا تستطيع التركيز بسبب الزكام، اليك الحل الامثل. فعال وامن لمرضى الضغط والحوامل والمرضعات، لتسكين الالام وتخفيض الحراره، للتخفيف من اعراض تحسسيه المرافقه للزكام، وتحسين الحاله الصحيه وتعزيز الجهاز المناعي وتخفيف شده اعراض الزكام. شو هو البي هون دكتور؟ البي المشكله الرئيسيه الزكام طبعا. برافو عليك. طيب انا راح اقول لك هيك يعني هيك تذكير صغير. ممكن نقول انه الزكام عند المرضى الضغط، الزكام عند الحوامل. لا لا، المشكله الرئيسيه الزكام، لكن انت رافق مع المريض مثلا ضغط او حمل. تمام. فانا خصصت لانه هذا سؤال مهم كثير. هذا الدواء الفلوريست هو عباره عن سيتامول ومضاد هستامين كلورفينرامين وفيتامين سي. ليش قالوا هون امن للمرضى الضغط؟ لانه ما فيه مضاد احتقان اللي بيرفع الضغط، ما فيه مضاد احتقان اللي هو مضاد استطباب عند الحوامل والمرضعات. عرفت شلون؟ فممكن انا اذا خصصت مرضى الزكام لك صح، لكن اذا قلت لي كمان مرضى الزكام الحوامل رائع جدا يعني انت خصصت هيك. لانه هذا سؤال كثير مهم عند الطبيبات النسائيه يسالوه، شو امن دواء اعطيه لمرضى الحوامل عندي ما يكون بضر المريضه؟ شو الانترفينشن هون؟ مجموعة الفلوريست. تماما. بدك تقارنه مع مين مثلا؟ نقارنه مع اي مضاد احتقان. مضاد احتقان ثاني مثلا. نعم. مثلا سودوفيد، ممكن مثلا اكتيفيد الى اخره. او ممكن اقول لك اذا ما اعطينا دواء طاوي، تعالوا نشوف اذا ما اعطينا دواء طاوي. يعني مرضى رشح احيانا بيطيب لحاله. طيب شو الاوت كم؟ شو بتتوقع الاوت كم هون؟ تحسن حالي اقل شيء عدا انه يذهب المرض تماما. الزكام كاتبي لك، كاتبي لك انه هذا. شوف ايش كاتبين، تسكين الالام. نعم دكتور. كاتبي لك هاي الراتشيتا، تسكين الالم، تخفيض الحراره، تحسين الاعراض التحسسيه. ممكن تكون انت الاوت كم تبعك انه عدم حدوث تشوهات، صح؟ تماما. او عدم رفع الضغط عند مرضى الضغط، كله بصير. المهم انت حسب سؤالك البحثي، ايش كان سؤالك البحثي بتروح بتدور عليه. تمام. يعطيك العافيه. تمام. يلا الله يكون خير. بدنا واحد كمان، بدنا حدا من البنات. يلا يا بنات. آية، هالة، حليمة، نورة. يلا اي حدا منكم يفتح الميكروفون. يلا يا تبارك، انت سنين تفتحي انت. هاي دكتور. يلا تفضل.
عنا دواء اسمه البانتوبرازول، شايفين رسمين لكم عليه معدة وحطيكم واحد وجاوماته. البانتوبرازول كاتبيننا له هو لعلاج القرحة المعدية والإثني عشرية، لعلاج القرحة المسببة بالهيليكوبكتر بايلوري هي منتوي البوابية، لعلاج القلس المعدي المرئي، وعلاج متلازمة زولينجر إليسون. هاتي نشوف شو بدك تكتبي بالبي. مثلا المريض لعلاج القرحة المعدية، عنده قرحة معدية، القرحة المعدية، مريض قرحة المعدية مثلا، إذا كتبتي القلس المعدي المرئي صحيح، وإذا كتبتي زولينجر إليسون صحيح، حسب سؤالك أنت أي منهم بصير. الانترفينشن، شو الانترفينشن؟ شو الدواء اللي هون بتعطيه؟ زمان مبين عليك هذا اسمه هون بانتوبرازول. اي بانتوبرازول تمام. بايش بدك تقارني؟ شو السي هون مع اي دواء ثاني انه مشان علاج القرحه المعديه؟ تماما. في ادويه مثلا مضادات الحموضه، مضادات الهستامين 2، ما بعرف اذا اخذتهم بالادويه. ممكن دواء ثاني من نفس الزمره، مثلا في لانسوبرازول، مثلا في امبرازول. طيب شو الاوتكم؟ شو النتيجه المرجوه من اعطاء هذا الدواء؟ اذا اخترت القرحه المعديه، شفاء القرحه، برافو عليك. اذا كان القلس المعدي المرئي، مثلا تخفيف الحموضه الى تمام. يعطيك العافيه. يلا بدنا كمان حدا ثاني. يلا دكتور، بس سؤال بخصوص الشريحة اللي قبلها. يلا تفضل. بيصير الواحد يقارنها مع عدوى يعني غير الزمرة، مثلا مثل هلق هاي الدواء الموجود هو بيأثر على مضخة البروتون، بصير نقارنه على الهستامين مثلا مثل الرانتيدين. تمام. الله، أنا بس بيصير بس أنا بس لا أفهمكم إن شاء الله. يعني أنا حاليا ما بطلب منكم يعني تطلعوا بمعلومة، انا بدي اطلب منكم انه شلون تشكلوا سؤال بحثي. يعني اذا اجى واحد قال لي مقارنه مثلا البانتوبرازول مع الديكلوفيناك، لو فرضنا كتب لي اياها بالفحص ديكلوفيناك، انا راح احسب له اياها صح، تمام؟ نعم. لانه انتم ما بتعرفوا الادويه لحد الله، بس هو السؤال البحثي لازم يكون منطقي كمان. يعني انا لما بدي اكتب بكره اتخرج من الكليه ما بقارن مع الديكلوفيناك، لانه الديكلوفيناك مقرح. انا بقارن البانتوبرازول مثلا مع الرانتيدين، او احيانا مع عدم اعطاء دواء مثلا، أكيد يعني. تمام خاي؟ تمام دكتور، يعطيك العافية. يلا بما أنه فتحت الميكروفون رح نعاقبك. يلا، في عندنا دواء اسمه أسكلوب، عبارة عن مشاركة الكلوبيدوغرين مع الأسبرين، تمام؟ نعم. أبيقل لك هو أفضل مشاركة ثنائية، يعني دمجوا دوائين مع بعضهم بدواء واحد بحبة واحدة، للوقاية من الأمراض القلبية والجلطات الدماغية، افضل متواتر المرضى وفعاليه مثله. طيب شو البي هون؟ شو المرض؟ هي الامراض القلبيه الوعائي، جلطات قلبيه او دماغيه. تمام. شو الانترفينشن؟ هو الاسكلوب. الاسكلوب بايش بدك تقارنه برايك هون؟ ما حيطلع لك هو بهي الشريحه بدك تقارنه. دكتور، ادويه اللي بتشتغل على نفس الامر، يعني ان كان مثلا حاصلات بيتا لقي ربما غير بس نفس ال... برافو عليك. انا راح اقول لك شغله هيك يعني من خلال السلايد انا بعرفها. مثلا شو رايك المشاركه الثنائيه والمشاركه الاحاديه؟ مثلا انا بقارنه مع الاسبرين لحاله، تمام، او بقارنه مع الكلوبيدوغرين لحاله، انه نعطي دوائين مع بعضهم ولا نعطي دواء واحد، اين هو افضل؟ هيك يعني السؤال بحثي بتصير. السؤال فعلا مطروح حاليا، مطروح بشده، يعني يوميا نتعرض له، انه انا اعطي مميعين للمريض ولا اعطي مميع واحد، عرفت شلون؟ في خطوره احيانا اعطائهم مع بعضه. طيب شو الاوتكم؟ الاوتكم يعني هو تخفيف او ازاله الخثرات ان كان، او منع حدوث السكتات. تمام، الوقايه من السكتات الدماغيه او السكتات القلبيه. طبعا هون كاتب لك افضل مطاوعه للمريض، فعالية المستمسة. ممكن أنه دكتور بس أشو شرح كلمة أفضل مطاوعة للمريض، أشو شرح الكلمة يعني. شكرا أنك سألتها، لأنه في البعض ما بيعرفها. نعم، المطاوعة الشباب هي يعني أنه المريض يتقبل الدواء يعني بدون ما ينسى مثلا الأدوية. أنت لما مثلا هذا يعني الأدوية، أحيانا مرضى القلب يأخذوا شيء 6-7 أدوية، فحاليا التوجه لإضافة الأدوية لبعضها، بدل ما يأخذ مريض 3-4 حبات في اليوم بياخذهم بحبه واحده بيدمجوهم مع بعض. حتى في دواء جديد حاليا عم بيضيفوا الاسبرين
على الكلوبيدوغريل على الاتورفاستاتين دواء الشحوم، ياخذ المريض حبه واحده وخلاص بينتهي منه. فالمطاوعه معناتها المريض ياخذ دواء. فنحن دائما بنقول لما بيراجعنا المريض بيقول لك يا دكتور انا ما تحسنت، فاول شغله تراقبها مطاوعه المريض. اخي عم تاخذ انت ادويتك مثل العاده؟ عم تاخذ الدواء بانتظام؟ والله يا دكتور عم بقطش. هذا المريض غير مطاوع معناته، معنا هاي المقصود بالمطاوعه. بالنسبه للمقارنه، نقارن بينه وبين دواء واحد ولا دوائين؟ عاده دواء واحد. هلا اذا ممكن ثلاث ادويه ممكن، ممكن عاده نقارن دواء مع دواء ثاني، او نقارن دواء مع دواء ثاني والثالث يكون بلاسيبو. هذا اقوى الدراسات يعني. طيب في هذا السؤال البحثي كثير مهم، يلا تفضلوا مين بده يشارك؟ يلا بدي مشاركه كمان من البنات. يلا يا نورا. يلا ما حدا بده يشارك؟ طيب إذا بتحبوا بنترككم الوظيفة لما نكمل. طيب أنا رح أحله بسرعة هذا السلايد وبعدين ننهي إن شاء الله. يعد الروزوفاستاتين الأكثر فعالية والأقوى تأثيراً مقارنة بباقي الستاتينات من ناحية خفض الـ LDL وزيادة الـ HDL. بيقول لك يعمل الروزوفاستاتين على تثبيط أنزيم HMG كوانزيم A ريدكتاز الذي ينتج الكوليسترول في الكبد. هاي المعلومة هي معلومة باك جراوند، ما راح نحطها بالبيكو، ما لنا علاقة بالبيكو بآلية تأثير الدواء، لنا علاقة بفعالية الدواء وتداخل الدوائي. فالبي هو مرضى ارتفاع الشحوم، الاي الانترفينشن هو الدواء اللي اسمه روزوفاستاتين، السي هو الكومبريجن عم نقارنه من ايش مع ادويه الستاتينات الاخرى، مثلا في اتورفاستاتين، في يعني الستاتينات الاخرى نحكي شويه مثل ايزاتينيب والى اخره. الاوتكم هو تخفيض الكوليسترول السيء ال دي ال وزيادة الكوليسترول الجيد اللي هو الـ HDL. إذن هذا هدفنا من هاي الدراسة، والله يعطيكم العافية. في هذا السؤال الأخير والله الأفضل يعني شرح يكون عنه، عن اختبار تشخيصي. هذا مختبرات موجودة بأحد الدول بتقول إنه في اختبار تشخيصي جديد للكورونا غير المعيار الذهبي اللي معروف في الكورونا اللي هو الـ PCR. بيقول بيستغرق 20 دقيقة، المعروف الـ PCR عم بيطول 24 ل 48 ساعة لتطلع النتيجة، فهذا يعني نقطة دم وحدة بيطلع لنا التحليل إيجابي أو سلبي خلال 20 دقيقة. فالبي هو مرضى الكورونا، الآي هو هذا الاختبار الجديد، نقارنه مع مين؟ مع المعيار الذهبي لتشخيص الكورونا كومبريجن مثلا الـ PCR. الأوتكم هو باختصار تشخيص المرض بالسرعة الكافية. و الله يعطيكم العافية.